السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا وين الحساب يعني مكاش منها ناس رام يلعبوا في الطمور. قال لك هكذا رد بالماضي على عودة المهاجم أندي ديلور للمنتخب الوطني الجزائري، ويا ما رد ما ولو بالماضي، راه ساكت ويسمع في الاخبار كيما تسمع انت ونسمع انا. تاع تعصلو بي تاع شرف الدين عماره راح عنده تاع منا يا ودي. راح ذلك حنا عندنا اتحاديه هنا في الجزائر ماشي في باري، حنا عندنا اتحاديه هنا في الجزائر ماشي في باري ولا الدوحه، وقيل السيس ولا الكات ولا السانك غادي يدخل ويجمع مع الجنون اللي كانوا في دوالا، غادي يسيبهم هنا مع لاروم مع جماعه تاع لاروم وكلش في الياس تياس. روح خويا عطيني تشوف فرشها، تشوف الخريطه عطيني تشوف هنا. هاكي خسرت هاكي خسرت، ها الغلطه تاعك. يقولوا له الغلطه تاعك، غادي يقولوا له الغلطه تاعك في التاكتيك دو جو. انا كي راني نهضر لكم كيما هاك وتحسبوا باللي راني نهضر غير من راسي، هاكا مش نهضر من راسي. راني نقول لكم شتا كاين، راني نقول لكم شتا كاين. غادي يدخل يروح لياس تياس عند ناس اللي قاريين، ناس اللي قاريين المعهد اللي تخرج منه سعدان وتخرج منه لاروم معروف. اروا خويا ها شتا كاين، ها شتا كاين، ها وين لاتوش، ها وين لاتوش، ها وين لاتوش، ها وين لاتوش، ها شتا عندك. غادي يهضروا معاه على يعني على الغلطات الفنيه والخطة العشوائية والتغييرات العشوائية. يقراو معاه شوف شكايش وشكايش وشكايش وشكايش. هالكاميرون 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 يعطوه كلش. كاين اختصاصيين، كاين الجزائر، الجزائر ولدت، الجزائر ما فيهاش كيما كان يشوف هو باللي هو الأول هو التالي هو من الفوق هو من تحت. كاع كيف كيف خويا، حبة من حبة وكريهة من كريهة. حنا نبغوا الجزائر، وانا نبغي المنتخب الوطني الجزائري، انا نبغي المنتخب الوطني الجزائري وفقط. ما يهمني لا لعاب لا اونترينر، ما يهمني حتى واحد والو، المنتخب الوطني والنتائج. هذا ما كانش تخرج بنقطه وتجي تقول لي لا معليش اصبر، لكن اصبر انا كي انت في الزبل ولقيتك بومبا تقول لي اصبر، كي نصبر نهضروا الصح. كي بغيتو تحصلوا نتوما بغيتو تخلوها كيما هكا. لا 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 لا، جنون 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 جنون. هذه والله لا صح، هذه واحد هنا بتوارينا هنايا باباه كان دايلو حانوت معمر، بالك واحد هذاك القيس معمر بالك معمره ب 600 مليون قش. قلت لك قش سلعه مي كانت 600 تكتف ولايه كلاهم كملهم. بابا بالنعم مسكين كملهم غير إيه الحيطان نضبه منا مي خام البابا مي جاب بابا وين راهم ترى وين الحانوت تنبلع. قالوا ودي الحانوت باقي شوي راحوا غير في هذاك شا لعبها، لعبها ضربوا جن بسيمانه قدام لا يجي بابا، لعبها ضربوا جن راقد امه مامنه مسكينه ديلو في الفيجل تعصب له في راسه يا ودي مشي مخليه القرآن عند راسو كي يشوف امو راحت وبقى غير وحده في الدار يدير الشيب يدير. كان في ذاك الوقت حسني وقيلة ولا شاب مامي وشاب ماني ومامي وكلش يديرها الركسة وكلش مي تجي امو يلعبها فيجل يديرو في القطرة في نيفو جنون. جا بابا قال انا ولدي امن، راح جاب له راقي كباص هذاك الراقي بالمطرق بس شنقل الكتاب خرجوا خافوا. قال لك وذاك الراقي قال لهم خرجوا، قال لهم خما الجن تضرب يضرب فانيك واحد ولا. خرجوا كاع بلعوا هذاك الكذب كان تستر تحته صعبه. قالوا حبس ما ضربني ما عرفتش هاك 500 الف انا ما كان لا جن ولا يلعبها لبوي. ذاك الراقي دارها تحته وجا خارج قال له الجن خرج ولدك. قال له غدوه ان شاء الله يصبح نورمال. هذه على حصلتنا في جن
مي صرعوكم لعبتوها لنا، مي كملوكم درسلوكم بنقطة لعبتوها لنا الجنون ضربوكم جنون. انتوما مش طايقين تجرو تقولوا لنا جنون. وين حسب هذا الناس اللي تكذب، الناس اللي تكذب وين قال لك ابدا بالمدرب الوطني جمال الماضي رفضه لفكرة عودة المهاجم نادي نيس اندي ديلور لصفوف الخوض خلال الفترة الحالية على الاقل. وكشفت بعض المصادر الخاصة أن ديلور ومهما فعل لن يحصل على فرصة ظهور مجددا بقابيس المنتخب الوطني في فترة جمال بالماضي. وكان الناخب الوطني جمال بالماضي قد فتح النار على هذا اللعاب شهر أكتوبر الماضي بسبب رغبته في الحصول على راحة لمدة عام قبل العودة لتمثيل المنتخب. وأثار قرار ديلور غضب لدى المدرب الذي استغرب كيف أن اللعاب يقرر الغياب والعودة متى يشاء. هنا نقولوا اللعاب أخطأ، فلا يوجد أفضل من الله وهو على كل شيء قدير يغفر الذنوب لعباده. فاللعاب لما أخطأ أجرى معه جمال الماضي حوار ومحاولة توعيته ومطالبته بتغيير رأيه والتقديم له النصيحة من طرف الطاقم الفني. إذ كان نعم ورفض فهو يستحق الطرد، وإن كان أقصي من الفريق مباشرة بعد طلبه ولم تكن حتى محاولة مطالبتي بتغيير رأيه فهذا خطأ. هل هناك من لا يخطئ يجب إعطائه الفرصة أو إنذاره وأن تمد في خطأه فيستحق الطرد؟ احنا روك جيبوا نعيجي مشي وعد اليامات قلتونا اكتشاف جمال الماضي جيبونا نعيجي غير نعيجي قلت لنا اكتشاف جمال الماضي اين هو النعيجي؟ اي وين النعيجي؟ اي هيا جيبوا النعيجي اي هم اخو وين النعيجي؟ شي لو انطلق من البعيد النعيجي سوف يشكل وين النعيجي؟ وينهم؟ جمال الماضي قال ذاك زرقان قال له زيد اختم عنده 23 عام قال له زيد زيد يا ودي كنتيتهم فرصه قدام سيراليون وانت يا كنت عارف باللي راك في الزبل في الزبل كل لعبت لعابه لوك 6 ولا 7 ولا 8 اللي ديتهم كل لعبتهم امام غينيا استوائيه كل لعبتهم معليش كل لعبتهم انت ما بغيش شوف نقول لك كلمه والله يا جمال الماضي انت لا خواب ما عندكش الجرأه راه كيروش كيروش دخل جارديا عنده 20 عام انت دايل جايز ديع جايز ماشي تاكل على واحد كيما ذاك هذاك الوناس هذاك تاع الايفان 3 واحد ذاك اللي جابها محسن مكتشف مواهب هذاك تا ما تديش ما تعيط لهمش ولا تقارع الدوخه كنت تقارع الدوخه جيب مجدل مجدل على جبته مجدل انا على بالي مسؤول من المديه نهار اللي مجدل راح لهم عيط لي انا على بالهم على بالهم الناس على بال كاين ناس مبارادو على بالهم باللي على بالي وما على بالهم باللي على بالهم باللي على بالي تك تلعب في بارادو غادي نديرو لك ستاتين ليكيب ناسيونال كانت شامبيونه حابسه الجزائر عيط له وما عيطش للزغبه وما عيطش كانت شامبيونه تلعب في قطر في السعوديه وكلشي من بعد شامبيونه حبست مي ولات شامبيونه تاع الجزائر تلعب مجد ما ولاش يعيط له ولا يعيط للعابه وحده اخرى الكارديا وحده اخرى باين سوقه صاحبي الناس استغلت العاطفه تاع الجماهير الجزائريه والناس استغلت ديك 35 مباراه اللي ما عندها دروك انا ديك 35 ما عندها حتى اهميه ديك 35 ما عندها حتى اهميه اش عندها اهميه ما كاش اهميه حتى فاش يعطوك ميضه يعيطوا لك يكرموك شي غادي يشتهي لك سيت داير هذه الارقام كيما نقولوا حنايا تاع جوار شحال متيري شكل كاري 18 وشحال متيري داخل كاري 18 شحال متريبلي شحال مقدم من اسيست شحال سيت هذا راك داير الصوالح تروح للفيفا يقول لك حنا هذا السيت انا هذا السيت خاطيني هذه اختها راك تشوف وين على ذيك اليوم سيب الماضي على بالك ترى عندك الكاميرون الهالي بالكاميرون ست فروحك على الكاميرون
والقائمه برحمه الوالدين من ديرها برحمه الوالدين احترم الشعب الجزائري يا من دير قائمه احترم الشعب الجزائري ما تستبش الشعب الجزائري ما خاصناش تاع راني جايب صحاب الخبره جيب ناس اللي يلعبوا اللي يمدلك اللي يمدلك اللي يكون عتشان جيب ناس اللي تكون عتشانه باغيه تشرب هذه هي